أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من كفر نحوم وطن المسيح الثاني. أنا موجود في المجمع القديم، هذا المجمع من القرن الخامس، حجارته بيضاء، جابوها من الشمال، لكن بالطبع مبني على المجمع الأصلي اللي هو من أيام المسيح، ما زال الأساس موجود لأنه كل المنطقة منطقة بركانية، حجارتها حجارة بازلتية، وقريب في هذا المكان بيت بطرس وين المسيح شفى حمات بطرس. وطبعا كل الأبنية في هذه المنطقة بتعبر أنه كان في حضارة قديمة في هذا المكان. ابقوا معي، رح أتكلم عن موضوع أين هو كنزك، سأعود بعد هذا الفاصل.